بكم في حلقة أخرى من برنامج جلسة بلدية في جزئه الثاني، وفي إطار الانفتاح ديال البرنامج على الفنانين والموسيقيين، فهذه حلقة ثالثة من الحلقات اللي كنديروها مشتركة بين جوج ديال الفنانين الموسيقيين عازفين اللي كيخصنا نعرفوا الجمهور بهم، كاين اللي كيعرفهم وكاين أجيال أخرى تبغي تعرفهم إن شاء الله. جوج من أبرز العازفين والفنانين في مدينة الرشيدية، معنا الأخ خالد جميل ومعنا السي كبير حداد. مرحبا بكم، ونهار كبير هذا اللي نورتونا في البلاطو ديال جلسة بلدية. شكرا. نبداو مع السي خالد. عرفنا بنفسك وعرف الجمهور بالمسار ديالك، كيفاش بدا؟ كما كنعرفوا انتم كتعتبروا من الاجيال من الجيل الثالث ديال الفن البلدي، ولكن جيتوا في واحد الفتره اللي هي مزيانه، يعني اشتغلتوا في فتره التسعينات وبدايه الالفينات، قدرتوا انكم تلحقوا تخدموا مع القدام وحتى مع الجداد. يعني هذيك الفتره ديال التسعينات كانت مزدهره شويه من ناحيه الفن البلدي في الرشيديه. بغينا نعرفوا منكم هذاك الاسرار ديال هذيك الوقيته، ونعرفوا الاجواء كي كانت، الاجواء اللي ما عشناهاش حنا بطبيعه الحال وما عاشوهاش هاد الاجيال هادو، وبدا من البدايه. وانت غادي. شكرا سي رضا، وشكرا على هاد الدعوه اللي كانت تمنى التوفيق للبرنامج ديالكم. خالد جميل، مواليد 1975، رشيديه، عازف آلة الأورغ. الحمد لله كان المشوار ديالي مع بين أصدقاء الطفولة، بدينا الحمد لله عارف الموسيقى ديال الحي، نعم، تجمعات هنا وهنا، والحمد لله تلاقينا بناس اللي شجعونا، وكانت الموهبة الحمد لله تسقلات، وزادت مع ناس فنانين الحمد لله مع مرور السنين الحمد لله، وزادت تطورات، والحمد لله احنا غاديين ان شاء الله في مصر. احنا في التفاصيل المسار مازال نرجعوا معك ان شاء الله. ان شاء الله. سي كبيري، مرحبا بك. مرحبا بخير. سي كبيري، عاود لنا على بدايتك في الميدان الفني، وعاود لنا على من اين بلاصه انت في الرشيديه، فين تزاديتي؟ كنعرفوا انت ولد بلاد قح كي كنقولوا. تفضل. شكرا اخ رضا على الاستضافه، نتمنى التوفيق لهذا البرنامج ان شاء الله. انا من مواليد 1977، زيادة وخلق النساء تركة القديمة مزيان من الرشيدية. يا بديت المشوار ديالي حتى انا بحال جميع كاع جميع الفنانة من بداية الطفولة، وبدات تسقل الموهبة حتى خدمنا مع شي أجواق وكذا. بديتي في الأول بديتي بالإيقاع؟ لا، بالآلة. باش بديتي بالعزف؟ أييه، حيت كنعرف أنا بنتي كدير بزاف ديال الاختصاصات زعما في هي بديت تخدم الايقاع، شفت كدير الباتري، دير بوكا تما، باش الموهبه ديالي دخلنا عاوتاني مع صحاب، مع دخلنا مع الايقاع باش لقاونا سقلوا الموهبه ديالنا. نعم، واخا كنعزف على الالات ديال العود باش تكتسب عاوتاني تكتسب حويجات اخرين بزاف بالميزان، باش تبقى العازف الا كان ضابط حتى الايقاع تتكون افونتاج عنده ضروري، باش ما تلقى شي صعوبات في العزف ديالك على حسب. نعم. شكون هما ابرز الفنانين اللي اشتغلتي معاهم في المسار ديالك من نهار بديتي لليوم؟ ايوا، اشتغلت البدايه ديالي اشتغلت مع بوزكري الحبيب اللي راه في الخارج، كنا دايرين واحد مجموعه صغيره وداك الشيء. نعم. ومن بعد التقيت عاوتاني مع الحنفي مولاي عمر. واش الحبيب تتقصد اللي كان واحد الوقت تيدير الكمان مع العنان؟ اييه، في الاول. اييه، ديال الطفوله. اييه، واحد الجوك صغير. نعم. ومولاي عمر حتى هو التحقت مع مولاي عمر الحنفي. من بعد عاوتاني التقينا مع الفنان البرادر عبد الله. اييه، وبقى المسار غادي هكا. وزدتي خدمتي تقريبا مع كلهم الفنانين، مع جميع الفنانين اللي ما خدمتش معاهم مستمر، وداك الشيء خدمت معاه خدمه ولا جوج. حيت اشتغلتي مع بوري، مع بوري خدمت مع عبد الله ولود المسكاوي، هامي هامي، الفترة ديال التسعينات كانت كامل جلولي الله يرحمه. اييه، كلهم تقريبا. ودابا حاليا كتكون كثير مع مولود مسكاوي.
كتمشيو للمرزوقه ومع هادشي ديال كان هنا حتى السي محمد زايدي حتى هو يكون معكم ذكر لنا هاد القضيه هادي داكشي اللي كاين مزيان ومستمر حاليا انت تشتغل حاليا مع الشباب مازال ذكر لنا شكون في الاجيال ديال الشباب دابا اللي كتشتغل معاهم دابا مؤسستينا واحد المجموعه ديالي اها اوركسترا هدد انت ملي كتتكلف بالغناء والعزف اييه وتاخد خدمه وتسالي مع الشاروخاني اي مع نوح نوح الشاروخاني مزيان مزيان هادو هما ماشي ومع فهاد العطله الشتويه وداك الشيء كتكون الحركه هيانه شويه في العراسات وهاد الشيء تنمشيو مع وتسالي مع المسكاوي اي هذا الشيء ديال الاجانب اللي كيجيو السياح كيبغيو هذيك الموسيقى الافريقيه اللي متميزه هذاك الشيء نعم السي خالد كيما كنعرفوا انت عازف ديال الات الاورغ نعم وهي ماشي ساهل الانسان باش يتعطى لها راه دابا من اصعب الالات لان دابا كيخصك تمشي معها مع الوقت دابا كيولي هذا الشيء دابا الالكتروني وهذا الشيء تيولي طاكسي خصك تجي تبقى غادي تطور المهارات ديالك مع الوقت واش من الاول انت دخلتي الفكره جيتي انك تتعزف الاورغ ولا درتي شي الات اخرين عاد بديتي بالاورغ لا بديت بالاله ديال الاورغ كاين كيفاش جات هاد كانوا مجموعه الاصدقاء ديال الطفوله الحمد لله وكانوا دوك البيانويات الصغار ثمن كان ديك الساعه شويه مرفق كنا كنشريو الحجر وكان كنتجمعو كنتفاردو كتتفاردو لقيت الحمد لله لقيت سبحان الله واحد الاقبال في الاله كان واحد التجاوب مع الاله الحمد لله واستمريت وكان الفضل حتى الوالد ديالي كان زعما ما كانش من المعارضين ما عارفش وكان كيكون الوالد شويه كيساعدو شويه غاليين شويه ديك الساعه صح وباش تلقى اله فيها سلم عربي سيرتو فواحد الجيل كانت صعيبه شويه والحمد لله تلاقينا مع ناس اللي شجعونا وخدينا عندهم اله تعاونونا حتى بالاله من عندهم كنذكر على رشيد العمراوي تبارك الله راه يكون في الخارج العربي العماري حتى هو الدراري زعما الحمد لله اللي كانوا من المساعدين ديالي فاش تعلموا الاله لتعلم الاله وكانوا اصدقاء الحمد لله اللي زادوا طوروا وبلوروني الحمد لله وكاين الاستاذ عبد الله امي تا هو الله يجازيه بخير نذكروا يوسف بوري تا هو وعلى سبيل تقدر نهضروا على الاحتكاك ديال العزف كانوا بزاف ديال الفنانين تبارك الله غاموصلوا كان الاحتكاك بيناتنا يعني كانت واحد المنافسه شريفه الحمد لله ومع من بديتي في الفنانين اول مره غادي تخدم مثلا يعني غتخدم في حفل ولا في عرس ولا شي حاجه بديت مع سعيد بحو اول مره اي سعيد بحو نوجه له التحيه سعيد ثوره مدرسه راه عدد الناس ذكروه بين بداو معاه سعيد بحو الناس صدفناه في البرنامج ديالنا في الجزء الاول ديال واحد 3 سنوات وكثير الناس اللي زعما ذكروا انه بداو معاه القضيه زعما تدل على ان هذاك السيد حتى هو تاريخ مدرسه تبارك الله عليه مصطفى بوزكري حتى هو كنوجهوا له واحد رسالة تحية وشكر لعبد الفنان وخرى التحق بالأمن الوطني من بعد خدمت شوية على برا المدينة خدمت مع ناس جبل جبالة ناس تونات وتما سقلنا شوية الموهبة تقريبا شي عامين يعني في الموسم ديال العراسات كنطلع نخدم معهم من بعد جيت تلاقيت مع الاخوان سي عبد الله البرابر وسي عبد الكبير الحداد والحنفي مولاي عمر تحيه للسي حنفي مولاي عمر سي عبد الله كنتو مكونين واحد الفرقه الحمد لله ودوزنا واحد الفتره زوينه الحمد لله ومازال الخير القدام ان شاء الله وبعد الفنانين الاخرين اللي زعما اللي كتقدر تصدق بقات مقتطفات مع يوسف مع الناس خارج المدينه الناس يوسف اسيس الناس عبد الجبار ديال ارفو يعني كتخدم هكا وهكا مزيان هنايا كان السي قويدر الله يرحمه ايه محمد قويدر وبوكيل وسي دحان تاهو حسن دحان وسي محمد جلولي الله يرحمه الله يرحمه هو ضروري العازف كيخصو يجرب يخدم مع جميع الفنانين باش كيقدر يقسم الوان مختلفه باش كيزيد الباكاج كيزيد يعمر هذا هو اللي كاين الجمهور ديالنا
مازال الحلقة مستمرة، ناخذ واحد فاصل ونعود نرجع معكم. جمهور ديالنا الكريم، مرحبا بكم معنا. رجعنا مع الفنانين القادرين ديالنا، سي كبيري حداد وسي خالد جميل. شكرا. سي كبيري، عودنا على ابرز المشاركات اللي ممكن شاركتي فيهم ولا رافقتي فيهم فنانين في مهرجانات او مشاركات كبيره على مر المسار ديالك، شي حاجه اللي بقات راسخه في الذاكره ديالك؟ بارزه خدمنا في واحد المهرجانات مع السي رضا النيس. الله يبارك فيك. شكرا. تقادير في ورزازات. اييه. ومع المسكاوي. نعم. فازالاي. اشتغلتوا مع المسكاوي بزاف. اه. مهرجان فازالاي في اكادير حتى هو. تيميتار. تيميتار. كنتي معاهم فاش طلعوا في الموازين؟ لا ما كنتش ديك الساعة. كنتي شفت ديال المجموعة ديالهم. اييه. وهنايا هاد المهرجانات المحلية ديال الرشيدية. الأعياد الوطنية. اشتغلنا فيهم نساء مع السي رضا ومع الله يبارك فيك مجموعة الأخرى. شفتك مؤخرا كنتي حتى مع نوح في بومان البات سيمكان. أييه. في المناطق هذيا. اشتغلنا معنا حتى هو. أييه في هاد الأواخر. أييه. ونتمناو دابا عاوتاني يرجعوا شوية المهرجانات. إن شاء الله. القضية لينا من كورونا اللي هنا. أييه. القضية شوية ضغطات، ولكن نتمناو القادم يكون أفضل. إن شاء الله. نفس السؤال نوجهه للأستاذ خالد. نعم سيدي. ابرز مشاركات اللي تشاركتي فيها وبقات راسخه في الدين ديالك وكانت في مستوى مهرجانات او حفلات كبيره اللي بقات راسخه والذكريات اللي كانت فيها ومعامل كنتي في هذه اللحظات الجميله. وانا ما شاركتش بزاف في مهرجانات يعني كانت مشاركات محدوده. كانت مع سي حنفي مولاي عمر، كانت مع حسن دحان، مع المرحوم قويد، ومع وقيلا حتى مولود المسكاوي. كانت مشاركات وهنا في الرشيدية كانت، ولكن كانت الحفلات الكبيرة اللي كتكون هنا كتكون. أييه كنكونوا حاضرين كجوق محلي. نعم. كنكونوا مع الإخوان. نعم. وكانت مشاركات في مهرجانات في بالنسبة فاش كنت في المدة مع الناس تاونات. أييه. شاركت معهم في مهرجانات. تحدث لنا على هذيك الفترة. هي شنو استفدتي منها؟ هي الصراحة كانت فترة زوينة. اكتشفتي نمط جديد في الموسيقى بيان سور، كعارف الجبالي. أييه. وكانت زعما الحمد لله تجربه زوينه مع وكانوا حتى الاخوه اللي كانوا معنا في العازفين كانوا تبارك الله في المستوى وساعدونا زعما الحمد لله. يمكن لك تذكر بعض الاسماء ديال الفنانين ولا الموسيقيين اللي اشتغلتي تما معهم وفرصه هذه تكون توجه لهم التحيات توصلهم؟ نشكر كان نذكر على سبيل الذكر سي احمد فارس هو عازف كمان، ومراد كان مغني تبارك الله، والاخوان في الايقاع مصطفى ما كنتذكرش الاسماء بزاف، ولكن باقي كنتواصل معاهم، مازال كنتواصل معاهم والله مع السي احمد فارس كمان تبارك الله عليه عازف كمان، مازال كنتواصل معاه. نعم. استاذ تبارك الله. اذا تحيه لهاد الناس ديال تاونات اللي اكتشفنا الناس سي خالد حتى هو راه تعامل معاهم، يعني كنتو كتخدموا الطقطقه الجبليه التراث ديالهم هما تما. ايه. لان ضروري كل منطقه كتميز بالتراث ديالها. معروفين هما بالضبط. وكيديروا حتى هما الشعبي ويديروا كلشي. ايه متنوعين. كينوعوا حتى هما ولكن كما حنا دابا كننوعوا ولكن البلديه تبقى هو الاساس. كذلك كل منطقه تتنوع وكيبقى ذاك التراث المحلي ديالها هو الاساسي. سي كبيري بالنسبه دابا لهاد الاجيال الجديده اللي ولات، انت خدمتي مع جيلين ولا ثلاثه دابا في المجموع. شنو الفرق بين جيل وجيل؟ مثلا هاد الالات اللي دخلات جديده على البلدي. نعم. واش شنو الفرق؟ واش كتحبب هذا الشيء اللي ولا دابا ولا داك الشيء اللي قبل؟ شنو الطريقه اللي كتريحك انت كعازف؟ واش داك الشيء اللي كان زمان بالنسبه ولا هذا الشيء اللي ولا دابا؟ بالنسبه لزمان كنت ندير الايقاع. كان داك الشيء تبارك الله ثقيل رزين حتى في الخدمه وداك الشيء. نعم. بالنسبه لدخول هاد الالات الجداد وهاد الشيء بحال لا تعصر من داكشي ولا عصري البلدي بحال الله تعصر ما بقاش في الصباغه ديالو. نعم. داكشي علاش دابا كنحاولوا نحافظوا مثلا على واحد المجموعات تراثيه. نعم. تبقى في داك الطابع التراثي. اييه. لا من ناحيه اللباس، لا من ناحيه الموسيقى، لا من ناحيه الالات. كتبقى تراثيه حيت كاين دابا اللي كيبغي يسمع داك البلدي نيت على حقه، داك القديم. طبيعه ديال الناس دابا مع شي ناس باقي كيطلقوا لي كاسيت باعوت، باقي كيطلقوا راه بامكانه يطلق واحد من الشباب اللي تيغنيو، ولكن هو كيبغي يسمع هذاك
وكاين عاوتاني المساله ديال الموجه الشبابيه والتجديد راه ولا بدا منها بدا لان هاد الجيل عاوتاني الجديد يقدر ما تحط ليه دابا يسمع داكشي القديم وما عاشو فيه ما عرفوه ما والو يقدر ما يقبلوش يمكن الا سمع واحد الاغنيه دابا من فنان عصري نعم يرجع يقلب عليها تاريخها باش يرجع يشوف الاصليه ديالها يعني بفضل العصري شي مرات كتعرف باش ياخذ الكلمات على تعرف على القديم هذا هو اللي كاين يعني انت ما راك ضد ما راك سميتها زعما ضد ما اللي جا بسم الله بسم الله تبارك الله عليك وكما كنعرفوا السي خالد راه كيعزف على عصريه اييه يعني على الاورغ راه شامله اييه كيفاش كدير انت كتعزف المايات وداكشي بالاورغ كيفاش كيجي هذاكشي كيفاش جات الاصوات اللي الاصوات الحمد لله دابا الاصوات عندك على الانواع نعم. بغيتي العود بغيتي الكورديون بغيتي الكيتار بغيتي السنتور كلش هو كيبقى واخا جديد انا عندي اعجاب بالالات الوتريه سيرتو مع كبيري الحداد في السنتور نعم الحمد لله كتسجل نوطات ديالو وكتحاول تحطهم في الآلة نعم بلا كيكون شي اجتهاد اخر والمايا تبارك الله راه موسعة المايا البلدية راه موسعة بزاف حتى في الكواليس دابا كنتو شوية كتمرنوا وشفت واحد التجاوب بيناتكم فيه التجربة دابا مع الأقدمية وداك الشيء عندنا تجربة عالية اشتغلتي انت وخالد بزاف اشتغلتوا كثير اشتغلنا انا والاخ راه دابا تقدروا كنقولها للمشاهدين راه تقدروا دابا مثلا غير خالد وكبيري يقدروا هما يسيروا واحد السهرة بوحدهم لان الاورغ تتميز بالايقاعات وداك الشيء تبارك الله كبيري راه كيدير العود كيدير السنيترا كيدير الكمان يعني تقدروا انتم تسيروا المهر وتبارك الله كبيري كيغني خالد حتى هو كيغني تبارك الله يعني ما شاء الله عليكم ديجا بعدا خدمنا في واحد ياك مناسبة انا وياه مزيان مزيان انا وياه مزيان شنو الطرائف اللي تتذكروا وقعت لكم شي طريفة هكا اون جينيرال كاع في المسار كله شي طريفة ولا جوج خالد راه هو اللي تيحضي يعني واخا انا انت عندك يوميا طريفة تنساو دابا تخرج طريفة دابا وسي خالد سي خالد راه كنت شي حاجة كضحك شي مرة كنتو غادي تخدمين كنتفكر انا ديك ديال الحماس وقيله مع مولاي عمر الطريفه زوينه هذيك اش كيفاش لا يلا قول جينا شويه الصباح بكري الله جايين من واحد العرس فين كنتو خدامين جيت الريش نواحي الريش جيت برامه وقيله هذوك النواحي ديالها هي وجينا المهم وصلنا لحمات مولاي هاشم ماشي حمات مولاي هاشم حمات مولاي هاشم وقيلا عبد الكبير بغى يهبط هبط لابيسين الصباح راه تكون في الطريق لا وقفنا انتوما ترتاحوا انتوما وقفتوا ترتاحوا هو بغى يمشي هبط كبير هيك هبط عبد الكبير هبط الحدادي هبط لابيسين يعني ولكن المفاجأة أن مولاي عمر الحنفي جا بقز بحوايجو تلاح لحدا كبيري حوايجو فلوس فلوس بكلش الفلوس باش غتخلصو فاش درتو نشفتوهم هو جاي في الطريق وهو تينشف بالوحدة بالوحدة تحية لمولاي عمر الحنفي حتى هو شوف كل الطرائف ملي كتجلس مع مولاي عمر وانت غير تضحك والنشاط وفنان قدير تبارك الله والصوت رائع انا زعما عندي الحنفي مولاي عمر من اعز الناس اللي عندي تنوجه له التحيه والجميع الفنانين كلهم هذا هو اللي كاين السي كبيري نعم قلت لك توجه للكاميرا قبل ما نختموا هذه الحلقه قبل ما ندوزوا فقره موسيقيه معكم قلت لك توجه للجمهور نعم ديالك والناس اللي تيحبوك وخلي واحد الكلمه ودوز حتى نصيحه للشباب اللي بغى يكمل في هذا الميدان هذا نعم شنو باش تنصحهم باش يكونوا منضبطين وباش يستمروا في هذا المجال هذا ان شاء الله مرحبا شكرا خويا رضا تفضل بالنسبه للجمهور والشباب اللي صاعدين في هذه البلدي وهذا الشيء يخليو غير الكلمه في البلايص ديالهم وراه تيتطور هذا الشيء بالنسبه للالات وبالنسبه حتى العزف وحتى التوزيع الموسيقي ولكن اللي يبقى في الطبع ديالو ما يبدلوش ليه الاصل داك الاصل ديالو واخا بدلت ليه الموسيقى وداك الشيء الكلام يبقى هو الكلام فهمتك داك النواس ديالو تبقى
نعم ايوا تنتمنوا الشباب يحافظوا على التراث الفن الدولي ان شاء الله ان شاء الله. واش حتى الى 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 بغيت تعلموا شي دراري بغاو يتعلموا العود ولا بغاو هذا راه الباب ديالكم مفتوح يعني يقدر راه شحال علمتي من الدراري كبيرين تنعرف انا هذه المساله حتى نتوما كما استفدتوا من اللي قبل منكم راكم كتفيدوا اجيال اخرى انا مرحبا بك ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك خويا رجال الله يخطيك بارك الله فيك كنتي اليوم ضيف رائع شكرا لك وتشرفنا بك هذا النهار سي كبيري وراك عزيز شكرا لك بارك الله فيك خاصه الحمد لله ومحبه قديمه سي خالد جميل نفس الشيء خلي شي كلمه للتاريخ وشي كلمه للناس اللي تيحبوك وفي نفس الوقت نصيحه للاجيال القادمه شكرا سي رضا تحيه للشباب اللي راه تبارك الله الحمد لله كل شيء في موقع التواصل هنا راه كيتفرجوا عارفين واخا يقدروا يعرفوا السميه وما يعرفوش الوجه خالد جميل انسان عادي عازف متواضع انا مرحبا باللي بغى شي استشاره ولا شي معاونه مرحبا على الراس والعين وكنتمنى التوفيق للناس اللي غاديين في المشوار لا في بلدي ولا في الشعبي ولا في الموسيقى عامه تحيه لكم وتحيه للسرده الله يبارك فيك اذن الان غادي نمروا الفقره الاخيره وغادي نستمتعوا بواحد الفقره موسيقيه وغادي تكون حباده الا كانت من البلدي أيه. ونغنيو فيها كلنا ان شاء الله وما عمرنا ما تنطولوش بزاف في هذه الفقره كي دابا غنستغل منكم كاينين نطولوا فيها شويه مرحبا نفوتوا جوج دقائق هي كاع سي صافي تبارك الله عليكم مرحبا ولا في بلا 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 ولا في بلا
تبارك الله عليكم.